الحكم على أي مسؤول بيكون بإنجازاته الظاهرة والإنجازات اللي حصلت والناس لسه ما خدتش بالها منها، لكن في نفس الوقت إنجازات هتغير شكل وقوة الدولة بكل قطاعاتها. المقصود بقوة الدولة هنا اللي ممكن يجي في بالك اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، اجتماعيا. تعال نشوف السيسي عمل ايه علشان يوصل مصر لدولة عظمى. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. لو جينا نشوف ونحكم على سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد دلوقتي، يبقى لازم نفكركم استلم البلد ازاي، واللي كانت على شفا حفرة من السقوط خاصة في الملف الاقتصادي بعد احداث 2011 اللي قربت الدولة من الافلاس حرفيا بسبب توقف الاستثمارات، هروب المستثمرين، تدني الاحتياطي، ارتفاع تكلفة الاستيراد وفوضى عارمة في الشارع، وعنف وإرهاب وتفجيرات وجماعات مرتزقة، وكان مخطط مصر إنها تغرق لعشرات السنين في ملف الفوضى ده. ولو قارنا بين مصر قبل تولي السيسي ودلوقتي، أكيد التاريخ هيكون منصف ويحسب للرئيس انتشال مصر من كابوس ومؤامرات ملهاش أول من آخر تحولها لقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية في المنطقة والعالم. وده ما جاش من فراغ، السيسي بدأ بملف الأمن لأنه ركيزة أي استقرار، ومفيش دولار واحد استثمار هيدخل بلد فيها إرهاب، جماعات إرهابية وتفجيرات ومرتزقة. وكمان نجحت القوات المسلحة المصرية ومعاها الشرطة والشعب في قهر الإرهاب واستعادة مصر من الجماعات المتطرفة وتفويت الفرصة على مخطط إسقاط الدولة. بعد تحقيق الاستقرار بدأ السيسي أكبر خطة في تاريخ مصر لتحويلها من شبه دولة لدولة قوية جدا في محيطها. خلت المؤسسات الدولية تتوقع تصدر مصر أكبر الاقتصاديات في المنطقة خلال سنين، وبعدها احتلال المركز السابع بين أقوى اقتصادات العالم كله. وده برضو ما جاش من فراغ، المؤسسات الاقتصادية الدولية ما بتهزرش أو بتجامل، لكن بتتكلم بالأرقام والإمكانيات والخطط المستقبلية للدول. والأول مرة مصر يكون عندها رؤية للمستقبل وهي 2030 هتنتقل بيها لحتة تانية خالص. السيسي بدأ بالبنية الأساسية للدولة لأنها عماد أي اقتصاد قوي، وهي زي الأساس اللي بتبني عليه مبنى ضخم ومتين. فعلا نفذ أحدث بنية أساسية في العالم، مصر قفزت أكتر من 100 مركز في جودة الطرق مرة واحدة، احتلت المركز رقم 18 في مؤشر جودة الطرق عالميا. ده غير مشروعات الطاقة والمواني واللوجستيات والصناعة والزراعة وحياة كريمة، وكلها صرفت تريليونات الجنيهات على مدار السنين اللي فاتت. النتيجة دلوقتي ان مصر رقم واحد في الاستثمار افريقيا، عندها خطط طموحة للانتقال لمراحل متقدمة في التصنيع والتصدير، ولما نقول تصنيع يعني تصنيع حقيقي وفي كل المجالات، دخول صناعات ما كانتش موجودة قبل كده ولا فكرنا نصنعها، زي صناعة الالكترونيات، الرقائق الالكترونية، الماكينات، الاجهزة المعقدة، الهواتف، السيارات بكل انواعها، والقطارات والسفن والصناعات الاستراتيجية. كل المشروعات اللي بتحصل دلوقتي في الصناعة والسياحة والساحل الشمالي والمناطق الصناعية والزراعة والمياه وغيرها وغيرها هتخلي مصر في حتة تانية والاقتصاد الأكبر في المنطقة طول ما فيه هدف وتخطيط. ببساطة السيسي فكك ألغام كتير في طريق نهوض الدولة، أولها الجماعات الإرهابية، رجع الاستقرار، تاني حاجة دولار بالتصنيع والتصدير، وتالت حاجة بكسر الاحتكار في استيراد الأسلحة وبداية التصنيع والتنويع، ومصر ما بقتش تحت رحمة أي طرف، وغيرها وغيرها من الألغام اللي نجح السيسي في إزالتها في طريق مصر العظمى. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.